صباح الخير، السلام عليكم. في الأول حبيت نشكركم كلكم على الدعم والتشجيع، خاطر بلا بكم جو نكزيست تري با. يعطيكم الصحة، شكرا. اليوم عندنا في لو منو بطاطا قصبية توبينامبور، احنا في الجزائر نقولو لها بطاطا ترفاس. دونك للوصفة واش لازمنا؟ لازمنا بطاطا ترفاس منقية مغسولة، بصلة، دو غوست داي، بيرسيل كراف معدنوس ولا حشيش مقطعين، والتوابل عندنا ملح، فلفل كحل، فلفل عكري، شويه سكنجبير، كركم وزيت الزيتون. بارك الله. دونك نبداو الوصفه. حطينا شويه زيت الزيتون في الكلاماريت، زدنا حطينا عليه البصل مقطع اون تي مورسو والثوم غافي، هذيك خلاهم يتقلاو شويه. يبداو يدبالو، نحطو لي زيتيس عندنا، دونك شويه ملح، منكتروش باسكو القزبية ديجا دو ناتور الي صالي، شويه كركم، شويه فلفل كحل بو كيكسي الكركمة، شويه عكري فلفل أحمر، و سكنجبير. نملونج لو تو، نخلطو مليح، نزيدو عليهم لو زيرب، معدنوس و الحشيش، نخلطو مليح، و نزيدو أوسيتو نخلطو عليهم لي توبينامبور تاعنا في القصبية، نخلطو مليح، نخلوهم يتشربو لي زيبيس، كيلكو مينوت نغلقو عليهم و بعدها نشربو و ماسكون. دونك هاي تجمرت شوية في لاصوص تاعها، سي مامون باش نشربوها في الما سخون، ما طايب سوغ لو كوتي. فوالا نغطو البطاطا كومبليتمون، مي ما نكتروش نو بلو، باسكو لازم تكون لاصوص ومن بعد عاقدة كي طيب، اون صوص غيدويت والبطاطا يكون دخلها طياب. نغطيها ونخلوها طيب، نورمالمون طيب تخي تخي غابيدمون، كيسيون دو 15-20 مينوت. اتوت الوغ. هاو طبق البطاطا القصبية توبينامبور حاضر معنا، الصحة والراحة عليكم. لا تنسوا الاشتراك كي مازال مشتركوش، بارتاجيو، لايكيو، وإلى الحصة القادمة إن شاء الله. سلام سلام.